تتوالى التصريحات والتنديدات حول قبرص، تلك الجزيرة التي نالت استقلالها إثر ثورة القبارصة الأتراك واليونان ضد البريطانيين، وأصبحت تضم دولة فيها قوميتان منفصلتان تماماً، بل وعدوتان. ومنذ مطلع الألفية الجديدة تضافرت الجهود الدولية لإيجاد حل جذري، ولكنها كعادتها اصطدمت بطريق مسدود، لتعود النزاعات تطل علينا مؤخراً مع إعلان قبرص التركية بدء المرحلة الثانية من افتتاح مدينة مرعش، تلك المنطقة التي تقع على الخط الفاصل بين شطري قبرص، والتي دام إغلاقها 46 عاماً بموجب اتفاقية عقدت مع الجانب اليوناني عقب ما تصفها تركيا بعملية السلام العسكرية التي نفذتها في الجزيرة عام 1974 لإحلال السلام وحماية حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة بعد أن استمر استهدافهم من قبل المجموعات المسلحة الرومية. ولاقى الجانب اليوناني من الجزيرة اعترافاً دولياً وتم ضمه للاتحاد الأوروبي، في حين أن أحداً لم يعترف في الجانب التركي إلا تركيا حتى يومنا هذا. وتجري الأيام ويعلن رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار في 20 يوليو/تموز من العام الجاري بدء مرحلة ثانية من عملية فتح مرعش، والتي انطلقت أولى مراحلها مع بداية شهر أكتوبر من العام السابق. ويطل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منطقة مرعش ويبدي عزمه إقامة مشاريع حيوية لإحيائها، معرباً أن منطقة مرعش بجمهورية قبرص التركية ستنهض مجدداً في إطار القانون الدولي وستستعيد أيامها الخوالي، ما اعتبره الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي استفزازاً صريحاً، ولاقى رفض واشنطن التي اعتبرت تلك الخطوة تتعارض مع الالتزامات السابقة. وتجدد السجال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي اعتبرت أن منطقة مرعش المغلقة هي أرض تابعة لقبرص التركية، وأن إعادة فتحها تدريجياً ستقدم إسهامات كبيرة للجزيرة والمنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالين، وأنها ماضية في دعم تصميم القبارصة الأتراك على فتح مرعش وحل الدولتين دون تردد.